حدد يوم 26 أيار المقبل موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية السورية بالداخل و20 أيار خارج الأراضي السورية، وهالانتخابات رح تكون الثانية بعد بدء الحرب السورية سنة 2011، ورح يتولى الفايز بالانتخابات الرئاسية سدة الحكم بسوريا لمدة 7 سنوات. وكان الرئيس السوري بشار الأسد حصد نسبة 88% خلال آخر انتخابات صارت سنة 2014، ولليوم في 4 مرشحين قدموا وراءهم لخوض هالانتخابات. فمين هن؟ بشار الأسد الرئيس السوري الحالي تقدم اليوم للمحكمة الدستورية العليا بوراء ترشح للانتخابات الرئاسية. عبد الله سلوم العبد الله وهو عضو بحزب الوحدويين الاشتراكيين. محمد فراس ياسين رجوح هو عضو بالحزب الديمقراطي السوري. فاتن علي نهار وهي أول امرأة بتترشح لهالمنصب، وهي بنت اللواء المتقاعد علي نهار اللي كان بيشغل مدير إدارة استطلاع سابق. درست فاتن الحقوق بجامعة دمشق وبتمارس مهنة المحاماة من 12 سنة، إلا أنه مسألة ترشحها بعد ما انحسمت كونها بتحتاج لتأييد 35 عضو على الأقل من مجلس الشعب السوري يعني البرلمان، ومنشير إلى أنه باب الترشيحات رح يسكر ب 28 من الشهر الحالي. أما بحسب مصادر المعارضة السورية انتخابات صورية بس، وكأن تكرار للمشهد اللي صار سنة 2014 اللي رح يعيد أعطاء الكرسي لبشار الأسد. واعتبرت المصادر أنه المرشحين المنافسين مش معروفين على الساحة السياسية أو المدنية أو العسكرية السورية، وهيدا الشيء صار كمان سنة 2014. بالمقابل بتعتبر مصادر أنه إجراء الانتخابات هو تأكيد على تنفيذ الدستور والالتزام بالقوانين السورية. فهل رح يزيد عدد المرشحين؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.